أخواتي إخواني، الانتخابات هذه فرصة باش الكلنا شعب ومؤسسات وإدارة نمنعوا بلادنا ونمشوا بها لمستقبل أفضل، وهذا ما يتم إلا بإعطاء الشعب التونسي حقه في الاختيار الحر بدون ضغوطات ولا ترهيب وبدون تخويف ولا تخوين. اليوم تونس تمر بأحلك فتراتها منذ الاستقلال، والناس الكل تعرف أنه ركود عام وفي كل المجالات، في الصحة، في التعليم، في المبادرات التجارية، في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية. هذاك علاش الوضع ما يطمنش، وإحنا اليوم في مفترق طرق، ومسؤوليتنا جميعا أنه نختار الطريق الأسلم والآمن، وهذا ما يتم إلا عبر انتخابات في أجواء سليمة. أنا والخيان اللي معايا واللي قاعدين يلتحقوا بينا كلنا إصرار أنه نعملوا كل مجهوداتنا للدفاع والمحافظة على مكتسبات شعبنا وحقه في تقرير مصيره بكل حرية، وندعو الناس الكل باش يتمسكوا بهذا الحق وما يخافوش. هذه بلادنا، احنا ملاكة مناش كراية.